بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة التي دوما ما نواصل معكم في تعلم اللغة الإنجليزية، نواصل وإياكم في حلقة مهمة جدا، وهي من الأساسيات التي يتعامل معها في النظام في اللغة الإنجليزية. طبعا إن شاء الله سوف نوضح هنا في هذا الدرس، كما تلاحظوا، التعرف على طريقة الجمل الزمنية في اللغة الإنجليزية. نعم، نلاحظ من هنا إن شاء الله كما تلاحظون قد جمعنا الطريقة أو التعرف على طريقة الجمل الزمنية في اللغة العربية الزمنية. نعم، عندما نأتي بفعل زمني يجب تحديد الوقت. نعم، كما نلاحظ هنا نقول I want to go to Eden City tomorrow. طبعا هذه بالنسبة للجملة جملة مستقبلية. أنا أريد أن أذهب، شوفوا أن أذهب، شوفوا to أن أذهب إلى عدن، مدينة عدن غدا. نعم، نحددها في ماذا؟ في الوقت غدا. طبعا هذا كما لاحظ المستقبلية، هذه مستقبلية، ترى هذا مستقبلية. نعم، هذه مستقبلية. نعم، هذه مستقبلية. انظروا، هذه مستقبلية. نلاحظ في الجملة الأخرى وهي I am، مختصرات بدل I am نقول I am going to shopping now. To shopping now، طبعا هذا فعل، فعل المتكلم، الضمير المتكلم اللي هو I. أنا going I ing، انظروا لاحظوا هنا فعل، فعل طبعا الفعل هذا يتبعه ماذا؟ يتبعه أداة الاستمرارية. وهذا فعل انه انتم معي، مختصر أداة ماذا؟ الاستمرارية. هذه الأداة الاستمرارية، انتم معي، هذا هذه أداة الاستمرارية. I am going، going go يعني طبعا اسم مجرد go، ذهب. going to shopping، انظروا shopping، shopping ايش؟ يعني تسويق، تسويق شوبينج ناو. شوف حددناها، حددناها بايش؟ نعم، في هذا الوقت الآن، الآن يعني شوفوا الفرق بين هذا. أنا أريد أن أذهب، شوفوا أن أذهب يعني كلمة هي مستقبلية، إلى عدن، مدينة عدن غدا. تمام، هنا في الحالة الثانية I am، شوفوا يعني فعل مضارع مستمر، فعل مضارع ماذا؟ مستمر. I am going to shopping now، شوف now حددناها الآن. أنا ذاهب للتسويق الآن، نحددها الآن لأنها إيش؟ فعل مستمر، فعل إيش؟ مضارع مستمر. ننتهي إلى الرقم الثالث وهو نقول I was، طبعا هذه حولناها إلى ماضي، طبعا هذا فعل إيش؟ أنتوا معي، هذا فعل ماضي، فعل ماذا؟ ماضي. يعني I was، شوف انتقل من am إلى was. الآن اشترك بالنسبة للمضارع، تشترك في المفردة، تشترك في ماذا؟ المفردة. الماضي يدخل في المفردات، في ضمائر المفردة مثل I و she و it و he. طبعا بالنسبة للماضي نتكلم عن الماضي، لكن بالنسبة للمضارع ينفصل ال I إلى am خاصة، am am. تمام، إذا نقول I was go to visit my uncle yesterday. تمام، يعني أنا ذهبت، شوف I was go، ذهبت، ذهبت to لأزور عمي البارحة أو ليلة البارحة أو أمس، هكذا هكذا هكذا، أو قبل يوم. I was، شوف go to، شوف هنا اكتملت الواز مع go إلى إيش؟ فعل ماضي تام، انتهى، ماضي تام. I was go to visit، to طبعا إلى معروف إنه حرف جر، visit my uncle yesterday، yesterday. أيضا نعود إلى الضمير الثاني وهو ال we، نتكلم هنا إلا بالنسبة للأفعال في تشابه، في تشابه بين ال I وال we و they، انتوا معي، لكنها تختلف عن ليش؟ المضارعات الغائبة، المضارعات الغائبة إلا هذا نتصل فيه، they اللي هو غائب، ولكن المجموعة يدخل ضمن ليش؟ مضارعات وي وآي في هذا الأمر.
لذلك دخلنا هذه الجمل حتى نقول ان هناك تناسب، هناك ايش في تواصل فيما بينها الثلاثة المضارعات الضمائر. نقول هنا وي نحن، طبعا يعتبر ضمير، نعم يعتبر ضمير، فنسأل عن الضمائر. انظروا هنا نسأل عن الضمائر، هذا ضمير رقم واحد، ضمير رقم اثنين، تمام معي؟ ضمير رقم ثلاثة، شوفوا نحن نتكلم على ثلاثة ضمائر، تمام معي؟ ثلاثة ضمائر، I, we, they. طبعا احنا نتكلم عن we want to go to Eden City tomorrow. هنا كيف نحدد؟ طبعا نتحدثها في جملة مستقبلية. نحن قررنا أن نذهب، شوف قررنا أن نذهب إلى عدن أو مدينة عدن متى؟ غدا، نعم ليس يعني المهم أن يحدد اليوم، يقول tomorrow morning يعني غدا صباحا، tomorrow afternoon بعد الظهر، tomorrow evening now no problem. يحدد فقط ايش الوقت الاصلي او الجازم. هنا نعود الى وين؟ الى الفعل المضارع الخاص بماذا؟ بال طبعا ايش الضمير وي اللي نحن، شوفوا وي ار، شوفوا اختلفت، شوفوا هنا اختلفت، هنا انظروا ار للمجموعة، فعل ار للمجموعة يتعامل مع المضارع البسيط والمضارع المستمر والمضارع التام، لا هو عفوا يعني الافعال المضارع، الار قلنا تبع ايش؟ المجموع، الافعال المجموع وي نحن وذي ويو، ايضا انه قلنا ايش ضمير يو يتعامل مع الجهتين يو انت او انتم، لذلك نقول وي ار جوينج، شوف الفعل فعل مضارع وي ار جوينج يعني نحن ذاهبون الان يعني ذاهبون to shopping، ننظروا to shopping، نعم ننظروا to shopping yeah. now حددنا من الوقت أن الآن we are going to shopping now. نحن ذاهبون إلى التسويق الآن، انظروا. هنا أيضا we will go to visit my uncle yesterday، هذه طبعا جملة ماضية تامة، من خلال ايش؟ انتوا معي، تحول من ار، شوفوا هنا من ار الى ماذا؟ تحول من ار ماذا؟ تحول من ار الى وير، من مضارع الى ايش؟ ماضي. وي وير يعني ار نكون، وي كنت، نعم وي وير جو يعني نحن ذهبنا لزيارة عمنا، متى يا أخي؟ البارحة yesterday أو أمس. طبعا نتكلم أيضا على الضمير they، طبعا نتكلم عن مستقبلية، they want to go to Eden City tomorrow، تمام. they want to، go to، to go، شوف to go أن يذهب وأن يقرر، قد نحن قررنا أن نذهب، شوف هذا المقصد منه، إلى مدينة عدن غدا، تمام. tomorrow morning، tomorrow afternoon، tomorrow evening، no problem. exactly you point، أن تظهر the important noun يعني العلم، الأصلي اللي هو ايش؟ tomorrow غدا أو after يعني أو two days أو هكذا. ننتقل إلى هذه، they are going to shopping now، شوف they are going to shop shopping now، هذه طبعا ايش فعلها؟ اعتبر ايش فعل مضارع، فعل ماذا مضارع؟ they are، شوف they are we are they are we are they are طبعا هذا طبعا يحدد لنا في هذا الدرس ان شاء الله، والى المثل ان شاء الله في درس اخر. لنبين أهمية أو الأشياء المهمة التي إيش تصعب على المتدربين أو التلاميذ، the student of يعني learning English وهكذا،
يعني الأشياء الصعبة فقط، ليس المعنى أننا نقتصر أو أن نعلم لغة إنجليزية من أساسها، لا، ولكن هذا لا تعتبر إيش يعني دروس مساعدة لصعوبة ما هو صعب، ما هو صعب في اللغة الإنجليزية. شاكر لكم حسن متابعتكم مع قناتكم التعلم الذاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.